أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الدعوة إلى الله. نعم، الدعوة إلى الله أعم، لأنها تكون للمؤمنين وللكفار، للمؤمنين العصاة والمخالفين، وللكفار أن يدخلوا في الإسلام. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يكون للمؤمنين إذا حصل منهم منكرات معاصي. نعم.